السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا منال الدباغ وأهلا وسهلا في بودكاست لنبدأ الحوار Start the Conversation. الهدف من البودكاست أنه نبدأ الحوار في مواضيع مختلفة ما أخذت حقها في مساحة الحوار أو ما في أحد يبغى يتكلم فيها. المواضيع مختلفة لكن كلها بتدور حول كيف نقدر نعيش بكليتنا مش كأجزاء متفرقة في تناغم مع الناس حوليننا والبيئة. الفضول والشغف هو اللي خلاني أبدأ البودكاست وهو اللي يدفعني لاختيار المواضيع وضيوف البودكاست. مرة تانية أهلا وسهلا، وإن شاء الله تلاقوا شيء مفيد في الحلقة، وإذا في أي مواضيع تحبوا تسمعوها أو أشخاص تحبوا تسمعوا منهم أتواصلوا معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا في حلقة جديدة من لنبدأ الحوار. أنا منال الدباغ. موضوع الحوار اليوم مرة متحمسة أن بدنا نتكلم فيه، وهو الصحة الجنسية عند النساء. ليش لازم نتكلم فيه؟ ليش مهم جدا أنه نعرف إيش المشاكل اللي بتصير وكيف نقدر نحلها؟ وخلاص جاء الوقت أنه لازم نتكلم فيها ونبدأ الحوار. طبعا ما أقدر أنا أتكلم في هذا الموضوع بنفسي، ومرة مبسوطة أنه معايا اليوم دكتورة روان عبد الهادي قاري، استشارية نساء وولادة في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، حاصلة على البورد الكندي ومتخصصة في صحة المرأة الجنسية وعلاج اضطراباتها. أهلا وسهلا دكتور روان. أهلا فيك أستاذة منال، وشكرا لاستضافتي في البرنامج ده، شرف كبير لي وإن شاء الله يستفيد المستمعين والمستمعات كمان بإذن الله. والله يعني أنا مرة متحمسة، لأنه لما عرفت عنك من إنستغرام قلت لا هذا خلاص ما سمعت أحد بيتكلم فيه صراحة. يمكن في ناس بتتكلم فيه بس ما أعرف، بس على الأقل يمكن في السعودية. هو طبعا يعني نوعا ما موضوع ما بدي أقول شائك بس حساس 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 yeah. ومرة قليل بيكون ناس عندهم أريحية إنهم يتكلموا ولا حتى يستفسروا عن هذا الموضوع، ومنه بتصير مشاكل مرة كتير. أكيد أكيد طبعا، يعني وتكبر الأشياء. خلينا نبدأ بالبداية. هو سؤال، إيش اللي خلاك إنك دفعك إنك تقولي لا هو هذا التخصص، مع إنه أتوقع إنه في تخصصات ممكن تكون مرة أسهل مريحة أكثر للتعامل والكلام كله؟ يا صح، أي مريحة أكثر إنه لما أحد يسألك ما شاء الله أنت إيش بتسوي، تقدر تقولي لهم والله أنا دكتورة عظام، دكتورة أنف وأذن، بس دكتورة استشارية الصحة الجنسية شوية. لا مو هو، أنا بس أقول لهم أنا استشارية نساء وولادة وأسكت، يعني ما أكمل الباقي. هو كده اللي بسويه حاليا، يعني إلا إذا أحد تاني أتبرع بالمعلومة أو هذا فساعدها. يعني بالعكس بلاقي سبحان الله ريسبونس بيكون مرة بوزيتيف، يعني بينبسطوا الناس إنه بيلاقوا في شخص بيقدر يحل هذا النوع من المشاكل. هو أكشلي هذا السبب اللي خلاني أتخصص في ذا التخصص. أولا من بداية ما دخلت الطب أنا كنت عارفة إنه أبغى أتخصص نساء وولادة، يعني يا كنت حكون دكتورة نساء ولادة أو مثلاً بارتي بلانر ولا شيء تاني، ما كنت حكون دكتورة أي شيء تاني. على سبحان الله في آخر سنة في الطب حوالي من الأقارب والصديقات for some reason كانوا يعني يجوا يكلموني بيقولوا لي عندهم مشاكل مثلاً زوجية، أغلبها تكون آلام وقت العلاقة الخاصة، وبيلجأوا لي بنسبة إنه يعني بشكل إنهم بيرتاحوا لي، وغير عن كده يمكن عشان أنا تخصص النساء والولادة فده الشيء الأقرب، يعني يمكن يلاقوا عندي حل. فلاحظت إنه في مشاكل كثيرة ما بنلاقي عنها حل، ما بنلاقي لها حل في النساء والولادة. فقلت لا إحنا عندنا deficiency في ده الموضوع، يعني إذا دكتورة النساء والولادة ما هي لاقية حل ف this is a problem. فبدأت ساعتها إنه أعمل الريسيرش حقي، وهل في تخصص sexual medicine ولا لا، اللي هو تخصص الصحة الجنسية. سبحان الله كان طرف الخيط وبدايته مع دكتور بيير، هو في مونتريال في كندا، ويعني I ended up أني أتخصصت في مونتريال كندا وقابلت الدكتور وكله. سويت إلكتف معاه في سنة الامتياز، وهو يعني اللي فتح لي الباب
العلم التخصص الجنسي وشرح لي إيش المشاكل وحضرت مع عيادات خلاص يعني I knew this was my calling وthis is it يعني. كمان في شيء يعني في شخصيتي إنه أحب أسوي شيء مختلف عن الناس الباقيين يعني، فأظن هذا كمان كان له عامل يعني. عمل ممتاز، لأنه في يعني ما أدري إذا عندك علم إنه في مثلاً هذا النقطة إحنا نتكلم فيها بعدين إنه كيف المستمعين يلاقوا ناس تانيين، بس يعني في المملكة عندك علم تقريباً كم عدد الدكاترة اللي عندهم نفس التخصص أو هل في؟ أيوة موجود، ما أقدر أحصر لك طبعاً كعدد. في دكتورة طرف المعمر في الرياض، في دكتورة أماني شلتوت هنا في جدة، بس كسيرتيفيكيشن يعني كشهادة سيرتيفايد فيلوشيب أتوقع أني أول واحدة تحصل على هذه الشهادة. في دكاترة مسالك بولية، دكاترة رجال برضو بيتخصصوا في ده المجال لعلاج مشاكل الذكورة، زي دكتور عبدالعزيز باعظيم. الحمد لله يعني يعني it's evolving يعني. أوكي. قلتي شيء شوية لفت انتباهي على مشاكل الاضطراب الجنسية عند الرجال عند الذكور. هل في biased إنه ما بين المشاكل الجنسية عند الرجال والمشاكل الجنسية عند النساء؟ يعني هل بيكون في تركيز واحد على شيء أكثر من شيء، ولا الناس بيطلعوا لهم بنفس الشيء؟ والله شوفي، هي إحنا في السكشوال ميديسن بنعتبر أي مشكلة جنسية سواء كانت تخص الزوج أو الزوجة بنعتبرها مشكلة الزوجين مع بعض. يعني حتى بنطلب أن نقابل الزوج مع الزوجة سواء، لأنه في النهاية بتأثر على علاقتهم أو زواجهم هم الاثنين، يعني هم الاثنين يكونوا involved. في بعض المشاكل يعني مثلاً let's say المريضة الزوج يكون عندها مشكلة تشنج مهبلي مثلاً، فبالتالي الزوج يكون خايف يألم زوجته، فبالتالي تصير عنده مشاكل ضعف الانتصاب مثلاً، فتنتج عن مشاكل من الزوجة يعني، عارفة كيف. فعادة ما بنحب نحط اللوم على شخص معين، لكن في بالنسبة لي أنا إذا كانت المشكلة يعني completely مثلاً مشكلة تخص الزوج فقط بسبب المجتمع وحساسية الموضوع، غير عن كده ما عندي خبرة في معالجة مشاكل الذكور، فعادة بحولهم اللي هو دكاترة المسالك البولية اللي متخصصين في هذا المجال. ما أدري إذا دا جاوب على سؤالك ولا لا. هو جاوب ممكن ما جاوب، ممكن أنا ما سألت السؤال صح، لأنه يعني مثلا يعني موضوع المشاكل الجنسية عند الرجال يمكن صح موضوع شوية حساس، بس في إحساس إنه واحد يقدر يتكلم فيه أكتر. بس بالنسبة للسيدات، هل بتلاقي إنه مثلا في تحفظ أكتر، أو يعني شعور يمكن كمان بالخزي أكتر إنه الواحد يتكلم إنه عنده مشكلة، من باب إنه والله يعني أمور كتير تخص السيدات من من الدورة الشهرية والحيض والأشياء هذه كلها أغلب الناس يحبوا يخلوها في طي الكتمان، يعني ما يبغوا يتكلموا عنها. فهو هذا كان سؤالي، حتى أنت كاستشارية شايفة أنه البايس هذا الاختلاف؟ أنا يعني من وجهة نظري أو من خلال الخبرة البسيطة خلال الفترة اللي فاتت، لاحظت أنه الرجال لو عندهم مشاكل ما حيحبوا أنهم يروحوا للدكتور، حيقول لك كيف أنا ما عندي مشكلة، فتجي هنا هذه الصفة أظن يعني كل الرجال عندهم، أنه لا أنا ما عندي مشكلة كيف أروح للدكتور. حتلاقي السيدة لا، بالعكس تبغى تحاول تحل المشكلة، وتلاقيها يعني تروح للدكتور لوحدها أو للدكتورة وبدون ما حتى تخبر زوجها، وتكون إنه مرتاحة أكتر إنها تتكلم في الموضوع عشان تبى تحله. الرجال يحسوا إنهم يكشوا من إنهم يطلبوا المساعدة، خصوصاً إذا كان الدكتور أو المتخصص في الموضوع برضو يكون رجال زيه يعني.
فحتى مثلا في فترة التدريب حقتي في كندا كانوا ستات، يعني كنت أتوقع أنه زي ما نشوف في الأفلام يجي الزوج مع زوجته وهم الاثنين، لا كانوا كثير المعظم يجوا الستات لوحدهم يقول لك لا زوجي ما رضي يجي معايا، أنه كيف إحنا نروح نطلب المساعدة، عارفة كيف؟ فما أدري هذه بالنسبة لتجربتي يعني إلى الآن. يعني هذا الشيء مو بس عندنا، موجود في لا 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 حتى في كندا كل مكان. It's a guy thing. It's a guy thing. خلينا احنا مركزين اليوم على the woman thing. على ست بالضبط هو ده. طيب انت جبتي سيرة، واظن هو هذا الموضوع اللي انطرح في انستغرام ومنه عرفت ان هو اضطراب التشنج المهبلي. ايش هو وايش العواقب اللي بتصير لما الشيء هذا ما بيتحل، وهل يتحل؟ أول شيء التشنج المهبلي هو عبارة عن فوبيا، هو طبعاً شيء يبدأ حاجة نفسية بس تحول لشيء جسدي. أوكي، فزي ما بعض الناس تخاف من المرتفعات، تخاف من الحيوانات، في بعض الناس بيخافوا من العلاقة الزوجية إنه يدخل شيء في المهبل. حتى مثلاً عند الفحص النسائي ما تحب إنها أي شيء، يعني يكون في خوف شديد وتوتر وقلق من دخول أي شيء في المهبل، فيبدأ بشيء نفسي. بعدين إذا حصل أي محاولة لدخول شيء ما في المهبل تنقبض عضلات المهبل ويحصل تريجر، فيربط الدماغ بالجسم إنه أوه ده شيء painful. مثلا لو كان الألم 1 من 10 فهو الجسم حيخليه أو العقل حيخليه 10 من 10 مثلا، وهكذا حيصير فيه تشنج أكتر وتبدأ vicious cycle of pain. هذه هي بطريقة جدا مختصرة، زي ما مثلا بعض الناس اللي عندهم قلق والتوتر مثلا في عضلات ظهرهم يعضوا على أسنانهم، فتحس في التوتر هذا موجود في عضلات المهبل برضو. أوكي. طبعاً ساعتها يصير العلاقة الزوجية مستحيلة. طبعاً في نوعين، نوع أولي معناته أبداً ما صار في علاقة زوجية قبل كده، وفي نوع ثانوي ممكن أنه صارت علاقة زوجية وبعد كده صارت المشكلة، مثلاً بعد ولادة مثلاً كانت مؤلمة أو متعبة أو بعد إيذاء جنسي مثلاً، يعني في عوامل كده تأثر. هذا بالنسبة للسؤال الأول، هل تنحل؟ أيوة تنحل في معظم الحالات تقريباً 90%. أكثر طريقة أو حل فعال لعلاج التشنج المهبلي اللي هو التعرض التدريجي لشيء اللي هو يسووه في تخصص في الطب النفسي لأي شيء مثلا الشخص بيخاف منه إنه يتعرض له تدريجيا. فإحنا هنا بنستخدم ممرنات المهبل تدريجيا بأحجام تدريجية، وهي هذه أدوات طبية، يعني كثير من الأزواج ممكن يفكروا إنه مثلا هذه تكون لا مؤاخذة يعني زي التويز أو كده، وهي لا، يعني أدوات طبية تستخدم لعلاج هذه المشكلة، تتدرج إلين تقريبا ما توصل لحجم مقارب لحجم الزوج. وبعدين في طبعا بروتوكول معين نشرحه للمريض وللمريضة يتبعوه مع بعض، وأهم شيء تكون هي المريضة متحكمة في العلاج كاملا، لأنه يعني جزء كبير من الخوف إنه هي out of control، يعني ما هي متحكمة بالشيء، فتحس إنه somebody is يعني invading her، عارفة كيف؟ فهي لا، لازم تكون متحكمة في الموضوع ده كله. ويمكن هذه فرصة أقول لكل الناس حتى لو كانوا متزوجين، please please إذا المرأة حاسة بألم please يعني يعني لا تحاولوا تكملوا العلاقة الخاصة قبل ما يعني تطلب العلاج والمساعدة، لأنه هذا ممكن بالعكس يفاقم المشكلة ويخليها تزداد سوءا. تقدروا أنكم تكون في علاقة حميمية بينكم بس بدون ممارسة العلاقة الخاصة إلا إذا إيش بعد طلب المساعدة والعلاج. نسيت الشيء الثالث اللي سألتي. حتى أنا بس أكيد حيرجع تاني. لأنه أنا بالنسبة لي ما أعرف عن هذا الاضطراب، يعني مرة interesting الكلام اللي بتقولي. يعني أول شيء أنت قلتي إنها فوبيا زي الناس اللي بيخافوا من أي شيء، فما هي يعني ما هي personal، ما هو إنه والله السيدة ما تبغى تكون عندها علاقة مع هذا الشخص بحد ذاته. وطبعا أنا أعرف هذا السؤال دائما صعب إن الواحد يقول to pinpoint إيش السبب، بس بس إيش الأسباب اللي ممكن تكون ناتج عنها؟ هل هو مثلا تعرض جنسي مبكر؟ لأنه اللي أنا فهمت إنه كمان في جزء كبير نفسي
بيكون في يعني شيء لا إرادي ورفض لهذا الشيء، يمكن ما يكون منطقي بس أكيد له مرجعية نفسية. يا هو شوفي يعني في عوامل ممكن مسببة، بس في أحيانا تحاولي يعني لما تسأل المريضة وتأخذ وتدي معاها تحاولي تدور على السبب to pinpoint على قولك، ما تلاقي أي شيء. ممكن هي تكون إنسانة قلوقة بحد ذاتها، يعني type A personality، تكون هي إنسانة قلوقة مثلا، فهذا القلق موجود برضو في العضلات المهبل والتوتر وزي كده. تمام. طبعا من أكثر الأشياء العوامل شيوعا اللي هو عدم التثقيف الجنسي من المبكر بالذات. خيلي مثلا في المجتمعات المغلقة، يعني طول حياتها البنت عايشة انه لا هذا شيء عيب، هذا حرام، هذا كذا، بعدين فجأة تزوجت، فجأة لازم 180 درجة تكون سكشولي اكتيف ويعني عارفة، فما في تدرج، ما في ترانزيشنال فيز، هذا يسبب ممكن صدمة. اوكي، يعني كل الاشياء اللي تربت عليها والمعتقدات وهذا كلها بتلغيها في خلال يوم واحد، عارفه كيف؟ فهنا تيجي ضروره التثقيف الجنسي واهميه اللي هي البرامج ما قبل الزواج، هذه تساعد كثير على تخطي هذه المشكله. طبعا من العوامل الثانيه انه ممكن يكون في تعرض او ايذاء جنسي من قبل، فيخلي يعني يخليها ترفض هذا حدوث هذا الشيء، بس مو في كل الحالات. وفي بعض الحالات تقريبا 5% يكون في مشاكل يعني عضوية أو جسدية، مثلا تشوهات في أعضاء التناسلية للمرأة، بس هذه جدا يعني قليلة يعني بنشوفها وقت الفحص ويعني بتأكد من عدم وجودها. يعني هل ممكن الواحد يعرف الشيء هذا مثلا إذا واحدة عندها هذا الاضطراب قبل ما يكون في أي علاقة زوجية؟ لا، لازم تكون في محاولة علاقة زوجية أو مثلا وقت الفحص النسائي، أو في بعض السيدات يحاولوا يستخدموا التامبون مثلا حيلاقوه مرة صعب أو يعني ما يقدروا، عارفة كيف؟ فممكن تتوقع إنه مثلا إذا كده شخصية قلقة متوترة ممكن تتوقع إنه ممكن حيكون عندها هذا الشيء، بس you can't predict it إلين ما تصير المحاولة يعني. Fascinating. طيب إيش أنا بتعلم هنا مرة كتير، يعني أتمنى المستمعين كمان حيقدروا يتعلموا، لأنه بتهيأ لي وصلحي لي بليز إذا الكلام هذا غلط، يعني العلاقة الجنسية مرة مهمة، يعني ما بدي أقول لأنه ما عندي أي علم ولا ديتا ولا شيء، إنه بتكون سبب لمشاكل أكبر كتير. يعني فهل يعني فهل مثلا انت شفتي حالات زي كده مثلا انه في بسبب المشكله الجنسيه سواء الاضطراب التشنج المهبلي ولا مشاكل تانية صار حجم المشكله اكبر بكثير، مع العلم انه كان الواحد ممكن يحلها من البدايه؟ يا أكيد مرت علي حالات مرة كتير. أفتكر حالة واحدة كانت واحدة جاية مع زوجها أو خطيبها الجديد وعندها تشنج مهبلي وتبغى تتعالج منه. مشكلة انفصالها السابق عن زوجها الأولاني إنه كان عندها مشكلة التشنج المهبلي وما تم الزواج والعلاقة الخاصة وصار الانفصال بسبب ده الشيء، بعدين بدأت تقرأ وتتثقف وعرفت إنه عندها مشكلة وراحت الدكتور. طب يمكن you could have saved that marriage من البداية لو كانت عارفة إنه في مثلا إيش هذه المشكلة وإيش علاجها يعني. فأسرة اتهدمت بسبب هذا الشيء، وهذا بيحصل يعني إنه ممكن المشاكل الجنسية تؤدي إلى الطلاق وانهدام الأسرة للأسف. وبرضو لأنه نرجع على الموضوع ما حد يبغى يتكلم فيه، فيمكن السبب اللي الواحد مثلا يشوفه يقول لا والله هو ما بيسوي كده، هي ما بتسوي كده، والمشكلة لأنه ما حد بيتكلم على العلاقة الجنسية نفسها، فنبدأ نلاقي مشاكل تانية ويحصل منها الطلاق، مع أنه صح. المشكلة الأساسية هي المشكلة الجنسية بس ما حد بيتكلم فيها. بالضبط. وبعدين في نقطة تانية أضيفها، حتلاقي الناس اللي يعني عادة يروحوا للمختص أو الدكتور اللي يبغوا يلاقوا المشكلة اللي يعني حل مشكلتهم، يكون وصلوا المرحلة إنه أو مشكلتهم تكون ديل بريكر، يعني إذا ما تحلت المشكلة حيصير في انفصال. هذا غير المشاكل اللي مثلا اضطرابات النشوة، تلاقيهم خلاص في بيتهم بس يعني طالما إنه البيت مستمر يعني في مشكلة بس ما حتأدي للانفصال، فتلاقي في مشاكل كثيرة الناس ما بتحاول تحلها لأنها ما وصلت مثلا لمرحلة الطلاق أو شيء زي كذا. فعادة المشاكل اللي بتجينا بتكون اللي هو ديل بريكرز زي ما نسميها يعني.
طيب انت جبتي موضوع السؤال الثاني اللي حقوله ايه، يعني تكلمنا على التشنج المهبلي، ايش المشاكل الثانيه اللي بتواجهيها كثير؟ المشاكل الثانيه هو اكثر يعني المشاكل طبعا اللي هو البروده الجنسي او فتور الرغبه الجنسيه عند المراه، وهو طبعا على حسب الدراسات كلها العالميه هو اكثر مشكله شائعه لدى السيدات، اكثر مشكله جنسيه شائعه، بعدها اضطرابات النشوه، بعدها الام العلاقه الخاصه. بس انا متاكده لو سوينا دراسات محليه حتكون الام العلاقه الخاصه والتشنج المهبلي تجي رقم واحد يعني بلا شك تقريبا. هي هذه اكثر المشاكل. في برضو من المشاكل اللي شائعه ويعني بشوفها دحين اللي هي برضو البرود الجنسي لدى الازواج لدى الرجال. فعادة بأحول هذه الحالات لدكاترة المسالك البولية المختصين في علاج مشاكل الرجال الجنسية. طيب تدينا كمان أكثر عن إيش البرود الجنسي، إيش المشاكل اللي تكلمت فيها. يصير واحد من أهدافي إنه للبودكاست عموماً والحلقة هذه خاصة إنه اللي بيسمعونا اللي بتسمعنا إنه تقول أوه طيب هذا الشيء أنا عمري ما فكرت فيه، يمكن أنا عندي هذا الشيء وأنا ما أعرف عنه، ماني حاسة فيه. فإيش الأشياء اللي ممكن المستمعين يقولوا أوه خليني أشوف هذا الشيء، هل أنا أقدر ألاقي له حل بدل ما أكون ماني عارفة إيش اللي صاير أصلاً وما أعرف إنه أصلاً في حل. طيب في نقطة مهمة ذكرتيها، إحنا عشان نخصص يعني أو نعرف أو نطلق لقب مشكلة أو اضطراب جنسي على المشكلة لازم تكون هذه المشكلة موجودة في أكثر من 75% من مرات العلاقة. يعني مو مرة مثلاً واحدة في الحياة مثلاً حصل ألم وقت العلاقة الخاصة، لا لازم تكون تحدث أكثر من 75% من المرات، لازم تكون بتسبب قلق للزوج أو للزوجة أو للاثنين مع بعض. يعني في بعض الأزواج عندهم المشكلة بس هي عادي ما عندها مشكلة، هو ما عنده مشكلة مثلاً، هي عنده تشنج مهبلي هو عنده ضعف في الانتصاب وعايشين حياتهم ما عندهم أي مشاكل يعني، فما يبغوا أصلاً يتعالجوا، عنده في بينهم علاقة حميمية وكله يعني بس ما في اللي هو الانتركورس يعني، فخلاص يبيهم في حالهم يعني خلاص كل واحد يسوي اللي هو مبسوط. So بالضبط whatever rocks your boat. شكراً إنك أضفتي هذه الجملة عشان مو الكل يعني، المهم إن الواحد يكون عارف هو إيش عنده ولا إيش يبغى وإيش يقدر يكون في حل، ولا إذا ما يبغى حل خلاص. بس هي الهدف الواحد يقول أوكي طيب في شيء، لأنه زي ما قلتي من ما في تثقيف جنسي، ما في حتى إحساس إنه والله هذه المشكلة يا حل. ممكن تكون واحدة عندها مثلا آلام وتسأل مثلا أختها صاحبتها ويقولوا لها هو كده وخلاص. أيوة شيء مرة مهم أقوله للمستمعين إنه it's never okay to have pain during sex. يعني ممكن في بداية علاقة الزواج أول كم مرة يكون غير مريح، بس بعد كده المفروض يكون العلاقة الخاصة pain free، يعني ما في ألم تماما. لو في ألم موجود معناته في مشكلة ولازم تتعالج. هنا يجي الكافيات إنه مش كل دكاترة النساء والولادة حتى اللي في كندا وفي أمريكا، يعني إحنا ما ندرس آلام العلاقة الزوجية أو آلام العلاقة الخاصة في التخصص في النساء والولادة سواء في كندا ولا أمريكا ولا السعودية ولا في أي مكان. لازم يعني دكتور النساء والولادة يتخصص تخصص دقيق اللي هو sexual medicine عشان يعرف إيش هي الأسباب، لأنه معظم الدكاترة اللي هنا ولا برا حيقولوا للمريضة مثلاً أكيد عندك التهاب أو فطريات أو شيء، يفحصوها يلاقوا ما في مشكلة، يعطوها دواء للفطريات يقولوا لا خلاص ما فيك شيء، فتلاقيها تدور من دكتور لدكتور 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 إلين ما مثلاً يكون خلاص مرة frustrated وتقريباً زي يأست أو شيء زي كده، إلين ما تلاقي مثلاً أحد يوصلها لدكتور الفلاني المتخصص في الموضوع ده أو زي كده يعني. هو هذا يعني نقطة مهمة إنه مش كل دكاترة النساء والولادة وما نقدر نعتب عليهم لأنه ما هو part من الكوريكولم حقنا يعني. نرجع عرفتي لنا كيف الشيء يطلق عليه مشكلة علشان مو أي أحد زي ما قلت يصير له مرة واحدة ولا اثنين يروح ينفجع ويضطرب زيادة.
إيش هي المشاكل اللي اتطرقت عليها قبل شوية؟ إيش أعراضها؟ إيش الكلوز إن الواحد مثلا يعرف إنه والله هذه مشكلة وكيف نقدر نحلها؟ طيب إيش هي الكلوز؟ من أهم الكلوز إنه هي بتحس إنه في مشكلة، يعني هذه المشكلة بتسبب قلق ليها، هي خايفة إنه أو هو خايف إنه يفقد البارتنر حقته أو زوجته، هم الاثنين يحسوا إنه علاقتهم فيها شيء غلط، فيها مشكلة يعني. هذا أهم كلو أنا أحسه، يعني هذا اللي حيدفعهم يروحوا للدكتور ويسألوا وتقرأ وتتثقف وهذه الأشياء كلها. بالنسبة تبيني مثلا أقول لك عن القلة الرغبة الجنسية أو في يعني عند السيدات طبعا فيزيولوجيا السيدات رغبتهم او السايكل السكشوال ريسبونس سايكل عندهم مختلف عن الرجال تماما. عندهم نوعين، هذا شيء برضو احب المستمعين يعرفوه، في نوعين من الرغبه الجنسيه لدى المراه، في رغبه تلقائيه اللي هي نفس رغبه الرجل انه هي تجيها الرغبه انه she wants to engage in sexual intimacy، رغبه تلقائيه خلاص، وفي رغبة استجابية ممكن تسميها أو responsive desire، يعني إنه ممكن مثلاً إذا زوجها طلبها للعلاقة الخاصة تقول طيب أوكي يمكن أغسل الصحون أول، يمكن يكون كذا شيء في بالها مثلاً أنوم البزورة، بعدين لما تبدأ العلاقة الخاصة تلاقيها تبدأ إيش تنسجم في الموضوع وتبدأ الإثارة. عارفة كيف؟ فهنا ما عندنا يعني ستات كتير بيفرقوا بين نوعين الرغبة هذه، فممكن تلاقيها إذا زوجها طلبها تقول لا ورايا كذا ورايا كذا، في حين إنها لازم تفكر is it a yes is it a no or is it a maybe. عارفة كيف؟ إنه هل ممكن مثلا إذا سويت الشغلة الفلانية أو هذا إنه ممكن إنه أنا إيش أتجاوب. عارفة كيف؟ فهذه أحس من النقاط اللي المهمة اللي سيدات يعرفوها. إذا كانت في طبعاً قلة الرغبة، يعني يكون في انعدام أو قلة في سواء كانت في الرغبة التلقائية أو في الاستجابية كمان، بحيث إنها لا ما تبغى زوجها يقرب منها، وهذا بالتالي مثلاً حتى مثلاً مسكة اليد إنها تمسك يده مثلاً حتخاف تمسك يده لأنه تخاف لا هو يستثار ويطلب العلاقة الخاصة، فتلاقي تصير في حتى جفوة أو جفاء عاطفي بينهم، يصيروا زي غريبين تاني على بعض. وطبعا من ضمن اللي هي انعدام الرغبة أو قلة الرغبة حيؤدي إلى إيش اللي هو عدم اللي هو desire discrepancy، يعني ما يكون في توافق في الرغبة الجنسية بين الزوجين، وهذه برضو من المشاكل اللي مرة كتير بنصادفها. لما تكون في sexual desire discrepancy بيكون مثلا الزوجة مثلا ممكن يكفيها مرتين أو مرة في الأسبوع إنها تكون intimate مع زوجها، الزوج ممكن يكون لا يحتاج أكثر، مثلا يحتاج 3 مرات في الأسبوع خلينا نقول. فإحنا نحاول نلاقي حلول وسط بين الطرفين. واحدة من الحلول اللي اقترحها على الزوجين إنه يحدد إنه يعني to find a middle ground، إنه يحددوا مثلاً مرتين في الأسبوع حتكون بين بين رغبته هو وبين رغبتها هي. أوكي إيش حيستفيدوا لما يعملوا scheduling لل intimacy وال intercourse؟ أول حاجة إنه هو ما حينكسف يطلب منها العلاقة الخاصة لأنه خلاص متفقوا على مرتين، فما حينحرج إنه يترفض. عارفة كيف؟ والشيء الثاني هي كمان mentally تفكر أو تكون متهيئة إنه حيكون في علاقة حميمية هذا اليوم وهذا اليوم مثلا. كمان دائما احب انهم يعني يحسنوا جودة العلاقة نفسها، يعني مو دائما يقولوا quality over quantity، ف الكواليتي عندنا اهم من الكوانتيتي. يعني ممكن في ازواج تلاقيهم انتميت 4 مرات في الاسبوع، بس ازواج مرة واحدة في الاسبوع تلاقيهم مبسوطين اكثر من الثانيين. ليش؟ لانه الكواليتي حقت العلاقة الخاصة تكون احسن، مثلا يكونوا في الويكند مرتاحين مو بعد الدوام وخلاص اخر الليل، اخر شيء بتكون المرأة بتفكر فيه هو انه يعني بس تبغى تنام. عارفه كيف؟ فاختيار الوقت المناسب، اختيار بداية اليوم على اساس تكون الهرمونات التستوستيرون اعلى في بداية اليوم عن اخره، وقت ما يكون فيه له مثلا اطفال، يكون الاطفال فيه نايمين او حطتهم مثلا عند اهلها او اهله، يعني في عوامل او تغييرات بسيطة جدا في حياة الزوجين ممكن يعملوها في العلاقة الحميمية بتحسن جودتها بطريقة مرة كبيرة. وبتهيالي أول شيء إنه يبدأوا يتكلموا عن الموضوع. طبعاً طبعاً إحنا بصراحة يعني في مشكلة في الكوميونيكيشن، ومو بس هنا حتى في يعني في كل مكان،
كانوا لما يجون الكابلز اللي هم مثلا 40 سنة قاعدين مع بعض متزوجين، كنت دائما أسألهم إيش اللي خلاكم يعني what kept you this long all this time. فكانوا يقولوا communication، يعني ما في أحد رد علي بجواب غير communication. فالتواصل يعني مع بين الزوجين والصراحة يعني ما في أهم منها. أنت قلتي جملة لفتت نظري وكتبتها، قلتي yes no or maybe. يعني هذا يمكن الميبي هذه يمكن ما حد يعرفها، والله أنا قاعد بطالع فيهم بقول كل واحدة فيهم لها فكرة مختلفة، لأنه في ناس كتير ما تبغى تقول لا، وفي ناس كمان يمكن حتى ما هي معتادة، ما هو يعني متقبل إنها تقول yes. I find it interesting كيف الواحد يقدر يعزز سواء عند الست أو الراجل، يعزز إنه والله أقدر أقول yes، أقدر أقول no، أقول طيب خلينا نشوف إيش اللي يصير. تحديد زي ما ذكرت، تحديد مرات الممارسة العلاقة الخاصة هذه واحدة من المرات إنه حتى الست حتخليها confident إنه هي تطلب العلاقة الخاصة لأنهم اتفقوا عليها قبل كده. هذا شيء. الشيء الثاني بالنسبة لي maybe، طبعا في كندا عشان ما عندهم help يعني ما عندهم شغالات ولا شيء، فتلاقي إذا مثلا طلع صحون في الديش واشر ولا نوم البزورة خلاص يعني رتيس على طول. هنا طبعا لا، يعني غالبا الميبي حتكون مختلفة لأنه عندنا شغالات الحمد لله وكله، فهم أعرف يمكن إذا I don't know أداها وردة ولا ما، صراحة I don't know لسه ما فكرت كيف الميبي هنا حتكون. ما يعني اختلطت بالمجتمع كتير لسه، بس إنه أتوقع تكون مختلفة. بس كون إنها هي تفهم أصلا إنه في نوعين من الرغبة، أتوقع هذا حيساعد الموضوع. ما أدري إذا تقدري تجاوبيني على السؤال هذا أو يكون أحد تاني، متى تبدأ العلاقة؟ يعني العلاقة الحميمية مو بس الفيزيكاليتي حقتها طبعاً. هل يعني هل مثلا مع المرضى اللي بيجوا انه والله يعني زي ما بنقول ست مود، يعني كيف الواحد يعني ما يتوقع انه زي ما قلتي الاولاد بيذاكروا لهم والدنيا هايصه ويتوقع انه والله الواحد حيكون عنده له مزاج انه يقعد ويستمتع بشيء هو من متع الحياه. صح. أنت قصدك يعني إذا أوريدي هم متزوجين ولا لسه دوبهم حيتزوجوا؟ لا إذا هم متزوجين يعني مثلا في الحياة اليومية، يعني هل هذه العوامل الخارجية ولا الروتين اليومي هل بيدخل برضو في حل المشاكل هذه؟ يعني زي لما نحن نقول طيب يا أخي قول كلمة حلوة ولا قولي كلمة حلوة، يعني في الأشياء هذه يمكن قد أشوفها أهم من والله هي ممكن تسوي المشاكل وممكن تخلي المشاكل تنحل. صح طبعاً كثير يعني تلعب دور مرة كبير. يعني بالنسبة للسيدات sex always starts in the brain، يعني لازم هي تكون مثارة عقلياً قبل ما تكون مثارة جسدياً. هو يعني هنا ميزة الزوج الشاطر اللي يعرف إيش مفاتيح مراته مثلاً. ما أدري تعرف الكتاب اللي هو Five Languages of Love إذا قرأتيه أو شيء زي كده. هذا أنصح دائماً بيلو ولا الستات والرجال إنهم يقرأوا، إن الواحد يفهم لغة الشريك حقه. في بعض الناس مثلاً يحسوا إنهم يحسوا بالحب من خلال مثلاً اللمس، في ناس يحسوا بالحب من خلال كلمات الإطراء، في ناس من خلال الأكت أوف سيرفيسز اللي هي مثلاً بتقدمي لهم خدمات. فهو كيف يعرف مفتاح قلب مراته؟ أتوقع هنا الكي بوينت يعني. وزي ما قلنا يعني تعديل اللي هي الظروف المحيطة بالعلاقة نفسها مثلاً يلعب دور مرة كبير to be honest. طيب الفرق بين الرغبة الجنسية عند السيدات ولا عند الرجال ولا أكيد أنا بالنسبة لي أشوف أكيد في فرق. طبعاً الفرق حيكون عام، مش معناته كل سيدة حتكون كده ولا كل رجل حيكون كده. إيش الفروقات اللي ممكن واحد يقول والله هي هذه طبيعية ومن من الجيد إنه الواحد يأخذها بعين الاعتبار ويشوف إذا هو هذا الشيء حاصل ولا لا؟ طبعاً فيزيولوجياً هو ده أهم فرق. يعني فيزيولوجياً الرغبة عند السيدات بتختلف عند الرجال، يعني عن الرجال تماماً. ليه؟ لأنه بتدخل فيها يعني الست بتعدي في مراحل في عمرها تضطرب فيها الهرمونات اللي هي الاستروجين والتستوستيرون، مثلا وقت الحمل، وقت الدورة الشهرية، بعد الولادة.
سبحان الله بالذات يعني بعد الولادة بتلاحظ الأمهات كان دورهم أول دور زوجة أو sexual partner، بعدين فجأة يتحول دورهم يصيروا دور أم، فما يقدروا يرجعوا يتقمصوا دور الزوجة مرة تانية. ليه؟ لأنه اهتمامها كله على ولدها لما يصير عمره 4-5 سنين كده مثلا، لأنه بالفطرة ولدها إذن يعني حيكون معرض للخطر دائما، فهي تبغى تنتبه على ولدها. فهذه البوينت دائما أحب يعني أوضحها للأزواج، كثير منهم يقولوا إحنا حياتنا اختلفت بعد الأول بيبي وما عادت مثلا تهتم بيها زي أول. لا، هذه مرحلة مؤقتة وهي يعني طبيعيا هي حتحس كده، لكن يبغى لها وقت، عارفة كيف. فهو أغلبه بيكون صراحة تأثير الهرمونات على سواء شهريا سواء خلال الحمل والولادة وبعد انقطاع الطمث، وهذا اللي يغير الرغبة الجنسية عند المرأة غير العوامل الثانية. يعني اللي خلى السؤال اللي يجيني لما قلتي عند النساء يبدأ بالعقل، تكلمي لي شوي أكثر عن هذه إذا ممكن. هو شوفي، أحيانا يبدأ بالعقل بس فيزيكلي ما يكون في ريسبونس. يعني مثال يعني لازم يبدأ الإثارة عقليا أول بعدين جسديا. في فرق بين الإثارة اللي هو أو الرغبة اللي هي الديزاير والأراوزل. أراوزل اللي هو الإثارة الجسدية، الديزاير الإثارة الذهنية. أوكي. ففي ديستينكشن مهم بينهم. ممكن تكون في إثارة ذهنية اللي هي الديزاير بس ما يكون في إثارة جسدية اللي هي الأراوزل. مثلا في حالات بعد انقطاع الطمث تكون الهرمونات قليلة مثلا، أو أحيانا ناس بياخدوا أدوية بتأثر على الأراوزل. أوكي. أدوية الاكتئاب والقلق، فتلاقيها هي مثارة ذهنيا وتبغى مثلا تمارس العلاقة مع زوجها بس جسمها ما بيستجيب. أوكي. وهذا برضو مرة يكون يعني stressful بالنسبة للزوجين، ولو علاجات وطرق نساعدهم فيها. بالنسبة للإثارة الجسدية، ممكن تحصل إثارة جسدية بس بدون إثارة ذهنية، وهنا تيجي مثال اللي هي الحالات التحرش الجنسي والإيذاء الجنسي. كثير من الفيكتيمز بيحسوا بالجلت والشيم لأنه حصلت لهم إثارة جسدية بطبيعة الحال. أوكي. يعني الجسم بيستجيب للعملية نفسها لكن بدون إثارة ذهنية. فهذا اللي بنحاول نوضح لهم هو يعني، لا طبعا ماني متخصصة في التراما ثيرابي والأشياء دي، بس هذه نقطة مهمة أحاول أوضحها، إنه جسمك اللي استجاب مو أنت ما كنت بنفسك مثارة وقتها، عارفة كيف. ما أعرف إذا هذا يعني وضح لك النقطة شوية. بس الكلام كان مفيد، ويعني بتهيألي مفيد. يعني النقطة الأساسية ذكرتيها كثير وهي التثقيف الجنسي. وطبعا احنا كمجتمع غير مجتمعات اي مجتمع تاني، كل مجتمع له تقاليده، له الاشياء اللي تنفع واللي ما تنفع. كيف نقدر نبدا نتكلم في هذا الموضوع يصير في وعي اكثر من ناحيه سواء ايش هي اصلا مثلا العلاقه الجنسيه، ايش اهميتها، بطريقه تناسب المجتمع، ان الواحد يقول طيب مش عيب انه نسال. شوفي، هو التثقيف الجنسي المفروض يبدا من الصغر، من عند الاطفال. كل يعني مرحله عمريه بيكون لها تثقيف جنسي بشكل مناسب لها، لأنه لو تلاحظي الأطفال مثلا يجي يسأل يقول له ماما كيف أنا تولدت، من فين حيخرج النون، وإذا أمه حامل أو كده، فتلاقي الأم تقول لها أسألي أبوك، والأبو يقول لها أسألي أمك، ومسكين الطفلة ما هي عارفة الجواب. يعني هي بفضولها تبقى تعرف، وحتفضل ما أخذت الإجابة، فبعدين يا تأخذها من صاحبتها ولا من المدرسة ولا من الأفلام ولا كده، والله أعلم هذه الإجابة كانت صح ولا لا. في حال إنه لو الأب أو الأم جاوبوا على قد عقل الطفلة، هي خلاص تلاقيها اقتنعت بالإجابة وراحت تكمل لعب مع أخواتها أو شيء زي كده، عارفة كيف. فهذه نقطة مهمة، ما هو سهل على الآباء والأمهات سواء هنا ولا برا حتى إنهم يكونوا قد كده يعني مرتاحين في الكلام في التثقيف الجنسي عند أطفالهم. يبغالوا وقت شوية ويبغالوا تعود. فزي ما قلت يعني كل مرحلة يكون لها وقت مناسب لها. طبعا يجي برضو اللي هي برامج ما قبل الزواج. هذه فرصة جدا جدا كبيرة إنه يتم فيها تثقيف جنسي للزوجين. كل واحد يكون عارف الفيزيولوجي حق جسم الثاني، الاختلافات،
أشياء كتير يعني بتساعد. ما أعرف ممكن مثلا في الجامعات في الثانوي ممكن جزء من الأحياء أو هذا هو بيتكلموا عن الجهاز التناسلي وما ما بيتكلموا أشياء أكتر يعني، بس أحس ممكن at some point تضاف يعني في المناهج. أنا عن نفسي في قسم النساء والولادة بدأت يعني أني أوعي الريزيدنس أوعي الستودنت اللي يكونوا معايا، يعني حابة أنشر الأويرنس هذا بالذات يعني مثل الحالات اللي تقول إيوه هذه سكشوال ديسفنكشن يحولوها لي مثلا، يكون عندهم فكرة بسيطة. وإن شاء الله يعني شوية شوية مع الوقت يمدينا يعني نبدأ التثقيف الجنسي مزبوط يعني بشكل كويس. طيب روان، هل لقيتي أنت مثلا من خبرتك في العيادة أنه مثلا في ناس بيجوكي، سيدات بيجوكي يحس أنه عندهم مشاكل جنسية، ولما بيجوا وبتتكلم معاهم وبتعرف إيش الـ اللي هم بيقول عنها مشكلة، ما هي مشكلة صحية أو جنسية، مجرد احتاج لها تثقيف أو وعي أكتر؟ بيحصل صراحة، بيحصل أحياناً يعني جاتني أكثر من واحدة كل المشاكل هذه أو الاضطرابات بتكون لها علاقة إنه ما في تثقيف جنسي أو وعي جنسي كافي. من أهم الأسئلة أو المشاكل اللي بتجيني في هذا المجال إنه الزوجة تيجي وبتقول إنه يعني ما بقدر أوصل للنشوة الجنسية من خلال الجماع نفسه، فقط من المداعبة الخارجية. فأقول لها طب this is not a problem يعني، ولا حتى نصنفها من إنها مشكلة جنسية، لأنه معظم السيدات 70% منهم تحصل النشوة الجنسية عندهم من خلال المداعبة الخارجية للأعضاء التناسلية، خصوصاً عضو البظر اللي هو الكليتوريس. فقط تقريباً 30% من السيدات اللي بيحصل عندهم وصول للنشوة الجنسية من خلال الجماع نفسه، وحتلاقي برضو في هذه الحالات بيكون في استثارة للأعضاء الخارجية التناسلية في نفس الوقت. فهذه مثلاً واحدة من الأمثلة اللي مجرد تصحيح بسيط ممكن يخلي الست يقول أوكي إذا أنا ما عندي مشكلة يعني. طيب كيف نقدر نعرف أكثر، خاصة إنه زي ما ذكرتي إنه في اختلافات، يعني طبعاً كون إنه الموضوع العلاقة الجنسية أصلاً ما بيتكلم فيه بطريقة يعني كبيرة وعلمية، فبتكون المصادر يمكن أغلب المصادر بتكون من أفلام، من قصص، من يعني أشياء زي كده. إيش المراجع أو كيف نقدر نعرف أكثر غير إنه نسوي جوجلينج، لأنه جوجل ممكن يجيب لنا الصالح والطالح يعني. إيش المصادر اللي ممكن المستمعين يرجعوا لها يشوفوا والله إيش أنا بيصير لي، وإذا في شيء مضايقني ولا أحتاج أتحسن فيه ولا أسويه بطريقة أحسن أقدر أروح أتعرف عنه قبل ما توصل لي اللي هي زي ما قلتي مشكلة 75% من المرات بتصير. وححط النوتس هذه كلها في حقة الحلقة عشان المستمعين يقدروا يرجعوا لها. أوكي. والله شوفي المصادر تعتبر محدودة صراحة، خصوصا المصادر اللي هي باللغة العربية. أوكي. يعني حتلاقي مصادر أكتر باللغة الإنجليزية، في مصادر طبية اللي أنا أرجع لها، وفي مصادر اللي هي لعامة الناس اللي تروح المكتبة أو تطلبها من أمازون. في كتب كثيرة جدا ممكن يعني أرشح كم كتاب. الكتاب الوحيد اللي لقيته بالعربي اللي هو التغلب التام على التشنج المهبلي، Completely Over Coming Vaginismus، أظن اسم الكتاب كده يعني. هذا الترجم للعربي، بس مشكلته برضو يعني ما أدري إذا يعني إذا طلبوه الناس أونلاين يدخلوا جمارك ولا لا، I don't know صراحة، فما بتحمل مسؤولية إنه هذا الشيء. طبعاً في السوشيال ميديا دحين حالياً الناس صاروا يقدروا إنهم أنا عن نفسي سويت حساب خاص بس اللي هي اللي نشر الوعي والتثقيف الجنسي، أكتب فيه عن كل هذه المشاكل. في إنستغرام سويت الحساب دكتور روان قاري، وحتلاقوا الحساب موجود. بس كثير من المتابعين حقوني بيقولوا يعني ما بنلاقي حسابات كثيرة، فمنى أنه بالعكس يزيد الوعي. عندنا السوشيال ميديا، عندنا أدوات مرة كثير نقدر نستفيد منها للتثقيف. إن شاء الله يعني كله يصير بإذن الله. إن شاء الله ممكن ترسلي لكم كتاب يعني حتى بالإنجليزي، لأنه يعني بتهيألي كثير مستمعين خاصة في موضوع زي كده
هيتحمس انهم يقروا كتاب بالانجليزي حتى لو ما بيقروا عموما. صحيح. في بالنسبة للستات اللي عندهم مشاكل في التشنج المهبلي, اسم الكتاب Completely Overcome Vaginismus by Mark and Lisa Carter, وهذا مترجم للعربي. هو عبارة عن كتاب وبعدين معه workbook كمان. بالنسبة للستات اللي عندهم آلام وقت الجماع, في كتاب اسمه When Sex Hurts, دكتور أندرو جولدستين, هذا اللي أنا دربت معاه في أمريكا السنة اللي فاتت, ودكتور إيروين جولدستين, هم اللي كتبوا الكتاب. كتاب جدا رائع, مكتوب بلغة مرة بسيطة يعني تناسب الببليك. بالنسبة لاضطرابات النشوة الجنسية, في كتابين اسمهم Becoming Orgasmic والتاني I Love Female Orgasm, برضو هدول الكتابين يعني من الريسورسز اللي أقولها للمرضى حقوني يعني. ممتاز, وإن شاء الله مستمعين أكثر يسمعوا البودكاست هذا وتعملي بودكاست أكثر, لأنه نحتاج عدد كبير من الناس نبدأ نتكلموا فيه, لأنه يعني واحد من الأشياء اللي الكل عارف إنها بتصير زيها زي المنستويشن زي الحيض, يعني معروف إنه كل الستات بتمر في هذه المرحلة, وأي أحد بيخلف بيكون سوى علاقة جنسية, فيعني ما هو شيء إنه والله عدد قليل من الناس بيصير بالزبط. بس زيه زي الأكل والشرب, بس ما حد يبغى يقول إنه بيسوي شيء. بالضبط زي ما قلتي, زي هي غريزة زي الأكل زي الشرب زي النوم, يعني مهمة وتأثر على حياة الشخص والمجتمع, فمرة ضروري أن الواحد يهتم فيها وينتبه لها. حتى منظمة الصحة العالمية WHO كيف تعرف الصحة الجنسية؟ تعرفها أنها it's a state يعني of أن يكون حالة من well-being, ما أعرف كيف تترجم بالعربي, اللي هو الازدهار أو well-being اللي هو social, mental, physical, emotional, مو not only the mere absence of disease, يعني مو إنه بس ما يكون عندي مشكلة جنسية, لا, بل إنه يكون الفرد في حالة من emotional social physical mental well-being towards sexuality, يعني تجاه الجنس والعلاقة الجنسية. فهذا تعريف المنظمة الصحة العالمية للصحة الجنسية, عارفة كيف؟ فأكيد مرة جزء يعني كبير ومهم من حياة الإنسان. وزي ما ذكرتي في أول الحلقة, يعني إحنا عموما كمجتمع في مجتمعات كتير مغلقة, أنه حتى يعني يمكن البنت ما بتشوف الولد والولد ما بيشوف البنت, وبعدين فجأة يلاقوا نفسهم اتجوزوا والاثنين على السرير ولازم يتعاملوا مع بعض. فيعني بالضبط, أنا أسميه from zero to hero. دائما أقول لهم كيف from zero. بالضبط, كويس إنه يكون hero مش tyrant ولا شيء. بس مرة شكرا روان, وأيدون لو قعدنا نتكلم لك كمان زيادة حتطلع مواضيع أكتر, وبتأكيد عارفة أكيد عندك يعني قصص ولا observation بتشوفيها, يمكن أتكلم معك كمان السنة الجاية ونشوف إيش صار, إن شاء الله يصير فيه تطور بإذن الله. يسعدني ويشرفني. كيف قلت أنت ذكرت الانستغرام أكاونت حقك, هل المستمعين يقدروا يتواصلوا معك فيه, ولا هل تفضلي طريقة تانية أنه التواصل معك؟ إلا يقدروا, بالعكس أنا دائما يعني بتجيني أسئلة في الخاص اللي هو direct messages, وطبعا شوية بتأخر على المستمعين بحكم انشغالي وكذا, لكن بالمتابعين قصدي, لكن بحاول أرد عليهم. في بعض طبعا الأسئلة تكون حلها سهل وبس مجرد أني أقول لها المعلومة, لكن بعض المشاكل أقول لها لا لازم تجيني العيادة, لازم أشوفك, لازم أفحصك, كل هذه الأشياء, فيعتمد. لكن أكيد يعني أرحب بكل المستمعين إنهم يتواصلوا معي عن طريق الحساب. لو عملوا جوجل أو مو جوجل سيرش على في الإنستغرام دال روان قاري حيلاقوا الحساب حقي, أو دكتور دوت روان قاري كل جنب بعض RAWANGARI. وأنت ذكرتي دكاترة في الرياض في جدة, تعرف أي دكاترة في الشرقية؟ أنا عشان المستمعين اللي في الشرقية والله منظرة نواف صراحة ما أظن, ما أتوقع, ما أو على الأقل ما في اسم في بالي حاليا, يعني إذا افتكرت ألا ينا إن شاء الله.
وإذا في أحد بيسمعنا وبيسوي الشيء هذا في أماكن بليز يا ريت يقول لنا قولوا لنا يعني. يصير في حلقة وصل بين البراكتيشنرز كلهم. شكرا جزيلا روان، مرة استمتعت شكرا بالحوار. شكرا لك بالعكس، شكرا لك على الاستضافة هذه، وبالعكس أنا سعيد جدا، ويعني كانت حلقة جدا ممتعة، استمتعت بالحديث معاكي، وإن شاء الله الفائدة يعني توصل للمستمعين يا رب بإذن الله. آمين إن شاء الله.